السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبايبي من جديد. اليوم إن شاء الله رح نرجع للتحدي تبعنا موها إكس لارج، وحنعمل إشي كتير فخم. رح نعمل مع بعض أكبر برجر. لكن حبايب خلونا نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. يلا نشوف مع بعض هذا التحدي. وهنا غزة. هلأ هون حبايبي بلشت أجهز باللحمة، حطيت البهارات عليها، الملاح، الفلفل الأسمر، التومة والبصل البودرة والكمون والبابريكا وأي نوع بهار أنت بتحبيه ممكن تحطيه على الحشوة. وست الكل هون قاعدة، الله يعطيها الصحة، قاعدة عم تعجن. هي أي شيء فيه عجين أو فيه تعب بتحاول إنها تريحني وتعمل عني، فقعدت عم تعجن كتير منيح في اللحمة. وزي ما أنتم ملاحظين اللحمة حاطة فيها أنا بصل كمان خشن شوية، وحطين عليها بقدونس كتير، غير البصل اللي بنفرمه بالأصل مع اللحمة بيعطيه كتير نكهة طيبة. ولو عندك عرق كسبرة خضراء تحطيه برضو كتير طعمه بيصير بشهي. هون عجنتها كتير منيح وصارت جاهزة إنه إحنا نحطها بالفرن ونعملها على طبقتين. بلشت اعمل بعجينة البرجر. المقدار اللي انتو شايفينه مضروب باثنين، بمعنى انه انا بالمقدار العادي بدي استخدم 1 معلقة خميرة وبيضة، وبستخدم لكل بيضة كيس فانيلا، فاستخدمت 1 كيس فانيلا و3 مكعبات من الزبدة و6 كوب طحين وكوب الا ربع مي وكوب الا ربع حليب، كله بكون دافي، ورشة ملح، وبتحطي لو بدك بيكنج بودر بس انا استغنيت عنه، تمام. واذا عندك اي منكه ممكن بدك تحطيه بتحطيه. هلا هون حطيت المكونات اللي هي مضروبه اصلا باثنين، يعني الطحين عباره عن تقريبا 12 كوب والزبده زدتها لانه انا بعتمد بالنظر، يعني الاشياء السائله بعتمدها بالنظر. طبعا حطيت اول شيء المكونات السائله اللي هي الحليب والماء الدافئ، وحطيت الخميره وحطيت البيض، وحطيت لو عندك رشة ملح بدك تحطي بتحطي او سكر، وضربتهم كتير منيح بالخلاط. هلأ صرت اضيف الطحين بالتدريج زي ما انتو شايفين، ضفته بالتدريج، وامي طبعا الله يخليها هي اللي عم تعجن. سر عجينة البرجر انها لازم كتير تنعجن، فانا بعجنها كتير منيح، امي الله يرضى عليها قاعدة عم تعجن، واثناء العجن لما بلشت العجينة تطرى معها حطيت لها الزبدة. الزبدة بتكون بدرجة حرارة الغرفة، ما بينفع تكون متلجة لانه ما رح تنفع معك. طبعا زي ما انتم شفتوا بالاخر روح ضفت تقريبا 3 معالق زيت، طبعا هذا حسب الرغبة. زي ما انتم شايفين صارت العجينة عم تطرى، ما وانت عم تعجن قبل ما تحط الزبدة شفت العجينة عندك جامدة شوي، ما تروح تحط مي لانك انت بدك تضيفي زبدة، الزبدة رح تطريها بصورة مو طبيعية، ولما تكون معاكي طرية ما تقولي انه خربت العجينة، لا هو هذا القوام اللي مطلوب، واياك انك تضيفي طحين، هو هذا اللي مطلوب انها تكون طرية. حطيت على الوجه زيت علشان يسهل التخمير، وهي بعد ما شوف شلون العجينة طرية واخذت وقتها بالتخمير. طبعا الوقت اللي بدك تعتمديه حسب الجو، لو كان حار حياخذ تقريبا ساعة، لو كان بارد حياخد وقت أكبر. في شغلة أنا ما حكيتها، ممكن أنا أستخدم محسن الدقيق أو الطحين، هذا عبارة يا بتشترين تجهز أو أنت بتعمليه في البيت. كيف بعمله؟ بجيب الطحين وبجيب المي وبحطه على الغاز، بصير شكله زي المهلبية، وبعد طبعا بحركة مستمرة بطلع زي المهلبية، بخليه على جانب يبرد وبحط عليه باقي المكونات، بخلي لك العجين كتير هش، بيطلع زي الفينو بالضبط. فأنا ما اعتمدت هاي الطريقة، اعتمدت الطريقة إنه يطلع لي زي خبز العجوت، يعني زي عجينة العجوت، عشان ما يتفرتك معي ويغلب، لانه عارفين انتو الطبقة حتكون كتير تقيلة. هون انا فردته على الصدر وما عملته بصورة مرتفعة، ما قدرت لانه ارتفاع الفرن عندي كتير قليل وراح يخبط بسقف الفرن، فاعتمدت بس هذا الارتفاع. هون حطيت اللحمة، شوفوا شكلها كتير بشهي وطعمها روعة بصورة مو طبيعية. اللحمة حطيتها بالصدر، عملت طبعا طبقتين. هاي الخبز الصغيرة عملتها فتحتها عشان اوريكم اياها. طبعا ليه مو شقرة كتير، ما حطيت كتير عليها الصفار البيض او الشيء الزيت اللي بدك تحطيه او اي شيء بدك تحطيه على الجوانب، ما حطيته لان كنت مستعجله خايفه الكهرباء انها تقطع معايا. لكن شفتوا كيف ملمسها وكيف من الداخل والفتح اللي موجوده بالداخل، دليل على انه العجينه عندك كتير ناجحه، يعني لازم يكون عندك الثقوب اللي موجوده كلها متساويه، دليل انه عجينه ناجحه عندك. وانا بلشت احط في المكونات اجهزها اللي بدي احطها على الطبقه، اللي هي اي شيء انت بتحبيه، مثلا جبنه كي برشتها انا، جبنه عاديه صفراء، وجبت الخس، وعندنا المخلل اي نوع بدك اياه، والبصل والكاتشب والمايونيز والبندوره. انا عملتها كثير رقيقه، لان انا الهدف مني ان انا بدي برضه يعني اقدر اني اكلها. عملتها شوي رقيقه وحاولت اني انا اطلع القشر اللي فوق، بس قلت لا خليه، تمام. بدي ابلش هلا احط الحشوه. اول حشوه بتنحط هي المايونيز. هلا بوريكم الطبقة اللي فوق. احنا عشان الفرن، احنا التحدي تبعنا اصلا تحدي منزلي، مش تحدي انه محلات ونعمل برا وكذا نجيبه جاهز، لا.
فإحنا أصلاً لو بدنا نعمل الخبز البرجر الكبير حبته كبير كتير رح يخبط بالفرن، لأنه مسافة الفرن من فوق كتير قليلة. فأنا الارتفاع هلا بوريكم إياها اللي عملتها، الارتفاع اللي عملته كتير يعني مناسب للفرن، على قد ارتفاع الفرن ما قدرتش إني أنا طلع أكتر من هيك العجينة. لانه احنا من الاول وبالاخر بدنا ناكلها، بدناش تطلع تكون اللي بتكون عجينه نعملها كتله وخلاص، لا بدنا ناكلها برضه. كميه صغيره كان نحطها فوق اللحمه. هلا بدي احط الخس. هون بلشت اوزع باقي الطبقات على البرجر، على عجينه البرجر او خبز البرجر. وزي ما انتم شايفين اول شيء دائما احنا بنحط الخس وبعدين بنحط اللحمه وباقي الطبقات، لا انا حبيت ان احط الخس وبعدين الطبقات كلها وبعدين اللحمه، فوق اللحمه احط الجبنه. في ناس لا بالعكس بتخلي الطبقات الباقيه بعد الخس كلها فوق اللحمه، بس انا عشان اعمل اكثر من طبقه حطيتهم زي هيك، قلت يمكن يعني افضل لإله وبحس بنكهه اللحمه هيك افضل، فهذا بيرجع لإلك كمان. فروحت هلا بعد ما حطيت الجبنه وبرشتها وحطيتها فوق وحطيت الكاتشب، رحت على الطبقه العلويه ورجعت عملتها لاسمين، الاسم السفلي هو حيكون فوق الطبقه الاولى اللي احنا حطيناها. زي ما شايفين العجينه شلون طريه كتير وكتير حلوه ومستويه كتير من جوا، شايفين الفتحات كلها متساويه، دليل على نجاح العجينه. حطيت الطبقه الثانيه فوق، وزي ما عملت بالطبقه الاولى بدي اعمل على الطبقه الثانيه، بدي احط المايونيز وباقي المكونات. هلا في ملاحظة حبايب، مثلا اللحمة في ناس أثناء ما هي بتكون لساتها نية مو مستوية قبل ما تنحط بالفرن وتكون عجين، يعني لما نجي نعجنها في ما بحطوش الملح لإلها، بس بيكتفوا بالبهارات اللي احنا حطيناها، يعني أكثر بهارات بتنحط هي البابريكا والبصل والبودرة والثوم البودرة، فما بحطوا لا ملح ولا بحطوا فلفل أسمر بهدف إنها تضلها متماسكة وما تتفرتك أو تنز، لا أنا حطيتها عشان هيك زي ما شفتوا تقلص شوي حجمها وتفرتكت معي. هلا هون حطيت الطبقة الأخيرة وهي البرجر بالشكل النهائي، لكن بجد كان حجمها كتير كبير ما قدرت إن أنا أشيلها وكانت تقيلة، يعني وزنها هلأ بدي أوريكم إياه بالميزان، وزنها تجاوز 10 كيلو، أنا الميزان عندي 10 كيلو، وعملت هاي البرجر الصغير هلأ بوريكم إياه الحجم الطبيعي اللي إحنا بناكل، وهي البرجر بالحجم الكبير، شايفين شلون بجد شيء بشهي كتير، يعني الخبز كان كتير متناسق تبعه عجينته واللحم كانت كتير كتير طيبة. هلا هاي همبرجر بالحجم الصغير وهاي همبرجر بالحجم الكبير، خلونا نشوف الان الوزن ونشوف مع بعض قديش طولها. اول شيء بدنا نشوف الطول، هلا الصغيره طلعت 9 سم، خلونا نشيلها على جنب. هلا بنشوف وزنها مع الكبيره، عملت طبقات انا لحمه، بدنا نشوف طول الكبيره مع اللي تحت، خلينا ناخذ الطول 54، بما انها دائره يعني الطول العرض 55، تمام. خلونا نشوف هلا الوزن قديش بده يطلع. هلا هاي الصغيره اللي شفناها من شوي، الصغيره وزنها طلع بالكيلوغرام، عندنا بالكيلو جرام طلع 0.2. خلونا نشوف مع بعض الكبيره قديش وزنها. يلا حبايب زي ما انتم شايفين، مش عارف مبين ولا لا لانه انا قاعده تحت الصدر اصلا، بس شفت الرقم طلع لي في الماينس بالسالب. خلونا نشيل الفلاشه، شايفين الطرف من عند اليسار طلع لي بالماينس، يعني تجاوز 10 كيلو وزنه، تجاوز 10. انا الميزان عندي بقيس بس لعند 10، شكل الميزان اصلا حينكسر تقيل كتير عليه. حنبلش هلا اتناول الوجبه الصغيره عندي، خلونا نشوف، حاكلها زي ما هي. شوف السكينة، بدي أعمل زي سحس. هون الصغيرة كان بجد كتير 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 طعمها طيب، يمكن لأنه أكتر من طبقة لحمة، واللحمة لأنه حجمها صغير وكانت كتير مشوية على الفرن ومكتر عليها الملح، فكانت طعمها كتير بشهي لدرجة إني أنا حكيت خلص بدي أخلصها كلها. وبجد كانت كمان خبزتها كتير روعة، وبتنفع زي ما حكيت لأي أي شيء تاني، مثلا نعمل فيها فينو، بدك تعملي فيها عجوت، لكن لو بدك فينو بتعملي محسن لدقيق على أساس إنه، أو لطحين على أساس تطلع عندك هشة أكتر وتكون طرية. ناخد طعم من كبيرة. يلا بسم الله. عم باخدها نظام مثلث هيك وهيك.
مش هاكلها كلها يعني، بس انه توريكم اياها كيف هتكون. بس الجاك زي ما انتم شايفين. طبقة خبز، طبقة لحمة، طبقة جبنة، طبقة خبز، طبقة لحمة، طبقة هاي ها طبقات، وهي من جوا. ونشوف كيف طعمها. والخبز زي ما انتم شايفين مستوي. طبعا حبايب زي ما حكيت لكم الكهرباء اصلا راح تقطع، وفعلا قطعت. يعني احنا ما بنقدر نكمل التصوير او نكمل بالاخص الاشياء الكبير، الاكل الكبير العملاق. يمكن ضيعتني فتره انا ما اشتغل فيه هو الكهارب، يعني دوبني مثلا اعمل امور الاشياء اللي انا مثلا بعملها اليوميه، وبنفس الوقت اني انا مو قادره اشتغل لانه هذا بياخذ وقت كثير، سواء العجين او الحشوه او اني اجهز الاشياء، فبتاخذ وقت. زي ما مسكنا الملفوف فاكرين؟ طيبة الخبز، كثير طيبة زي خبز الخبز بتتاكل. وانا بتمنى اي حدا بقول انا بدي اعمل اكل عملاق والاكل حجم كبير، بتمنى فعلا لما بده يعمل هذا الاشي يقدر انه ياكله، مو انه انا بدي اعمل حجم اعمل عجينة كبيرة واحشي لحمة. كثير انا بشوف ناس هيك بيعملوها عجينة وبياكلوا لحمة بيرموا الخبز او كذا، لا يعني انا هي عملتها زي خبز تلفينه بالضبط ومتناسب الحجم كل الطبقات مع بعض، يعني ممكن امسك طبقة وعليها لحمة واكلها، طبقة عليها لحمة واكلها، المكونات الثانية. الغرض مو البطر انه انا اعمل شغلة وارميها، لا هي حتتوزع والكل حياكل منها. فيا ريت اللي بدي يعمل تحديات اكل عملاق فعلا يعمل شيء انه اللي حواليه ياكلوه، مش ان انا بدي اعمل شطارة وارمي. وان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب حبايبي تكونوا انبسطتوا بهذا الفيديو، واستنوني ان شاء الله في مرات جاي بالاكل العملاق. مع السلامة.